بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا من جملة أحاديث الباب، وهو باب الجنابة، ومر معنا ثلاثة أحاديث وبقي أربعة وخمسة. فهذا حديث سبق الكلام على الجنابة في معناها، وسبق الكلام أيضا على صفة الغسل الكامل والمجزئ وما تعلق بذلك أيضا، وبقيت بقية الأحكام في الأبواب التالية، في الأحاديث التالية. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ بمعنى الإنسان إذا أصابته جنابة في الليل قبل أن ينام أو حتى أثناء النوم ثم استيقظ في منامه، فهل يغتسل؟ لابد أن يغتسل أو لا مانع أن ينام وهو على جنابة؟ وهذا يدل على أنهم يرون أن الجنابة شيء عظيم وحدث، وأنه ينبغي الإنسان فإن أن يهتم بهذا الأمر، ولا سيما أن الشرع جعل أن الجنابة من موجبات الغسل، يعني أنها حدث أكبر. ومن هنا استعظم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحدث، فاستفسر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرقد وهو جنوب؟ فقال: نعم، إذا توضأ. طبعا الوضوء وضوء الصلاة، الوضوء هو وضوء الصلاة، بمعنى أنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة، بمعنى أنه يغسل يديه ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل قدميه وضوء، وهذا هو السنة. لكن لو نام من غير وضوء فلا مانع، ولهذا في قوله فليرقده أمر، لكنه والأصل في الأمر أنه الوجوب، ولكنه صرفه صارف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينامه جنوب، يعني جاء في الحديث أنه كان ينامه جنوب، وقد يكون فعله للجواز، وإلا أكثر حاله أنه ينام وهو متطهر عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء في الحديث أنه كان ينام وهو جنوب، لكنه ليس كثيرا، وإنما لبيان الجواز، وأن الأولى إذا لم يغتسل الإنسان أن يتوضأ، وهذا هو أحسن. لأمرين: أولا يكون على طهارة وجه صغيرة، ومعلوم أنه أيضا كذلك أن إذا قلنا إن غسل أعضاء
أجزاء الجسم في الجنابة لا يشترط فيها الموالاة، فإن الجنابة ترتفع عن الجزء المغسول ما دام أنه نوى التطهر أو نوى رفع الجنابة فإنه يرتفع. لو مثلا غسل يديه ورجليه ووجهه ثم بعد فترة غسل الباقي، غسل رأسه وغسل بقية جسمه، فإنه يكفي ولا يحتاج أن يعيد غسل اليدين مرة أخرى، لأن نقول إن الموالاة ليست شرطا في غسل أجزاء البدن كله في الجنابة، بينما في الوضوء نقول إنه من واجبات الوضوء، الموالاة من فروض الوضوء أو من واجباته. بمعنى لو أنه غسل بعض أجزاء أعضاء الوضوء ثم نشف قبل أن يغسل البقية فإنه يعيد الوضوء، هذا هي الموالاة. الموالاة هو أن لا يترك غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذه الموالاة. وطبعا المقصود أن ينشف في الوقت المعتاد، أما إذا كان مثلا حر أو هواء وريح ونشف بسرعة هذا لا يضر، المقصود أن نشوفه في الوقت المعتاد، أو كان في رطوبة بحيث أنه لو بقي يمكن دقائق لا ينشف أيضا لا يعتبر. المقصود الزمن الذي تنشف فيه الأعضاء في الوقت المعتاد. المقصود أن الجنابة لا يشترط الموالاة في غسل أجزاء الجسم، فلو أنه غسل بعض جسمه أو حتى غسل بعض جسمه ثم انقطع الماء، انقطع الماء مثلا انتهى الماء اللي في الخزان مثلا وهو قد غسل جزء جسمه، فلا مانع أنه بعد فترة يغسل الجزء الباقي، يغسل الجزء الباقي. المقصود أن الموالاة ليست شرطا. المقصود هنا أيضا كذلك أنه إذا توضأ قبل أن يرقد يعني أنه قد تكون خفف من الجنابة، خفف منها وتوضأ الوضوء أصغر. طبعا الوضوء الأكبر هو الغسل، والوضوء في حق الجنبي هو طهارة صغرى، لكنه لا ترتفع الجنابة بالكلية، لا ترتفع إلا إذا غسل كل جسمه. والمقصود أنه حتى يعني في غير الجنابة يبغي الإنسان له إذا نام أن ينام على طهارة، حتى وإن لم يكن جنوبا، إذا الإنسان إذا أوى إلى فراشه ينبغي أن يكون متوضئا، أن يكون متوضئا هذا أحسن. أما إذا كان على الجنابة فأيضا يتوضأ كما في هذا الحديث. نعم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أيضا هذا من أحكام الجنابة، وهي أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم المخزومية وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي طبعا أشارت عليه في الحديبية كما هو معلوم، وهي أيضا من مكثرات النساء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان وهي زوجة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. طبعا إن الله لا يستحي من الحق مر معنا في أن طلب العلم والدين أنه لا حياء فيه، وينبغي الإنسان أنه لا يتردد في أن يسأل عن أمور دينه. وهنا
أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال وسوف نتكلم عليه. المقصود في قوله إن الله لا يستحيي من الحق، وطبعا أهل السنة يقولون إن الحياء صفة، أن الله مصفوف بالحياء على ما يليق بجلاله، وكما يقول ابن القيم رحمه الله يقول إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه سبحانه إلا إذا تضمنت ثبوتا. المقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله من الصفات والأسماء ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لا نكيف نقول إنه إن الله سميع مثل سمعنا مثلا، أو إن الله يسمع بأذن تعالى الله، إنما نقول سمع، إن الله يسمع سمعا يليق بجلاله، ولا نكيف كيف يسمع، ولا نعطل يعني لا نلغي ولا ننكر صفة السمع لله عز وجل. مثلا الله عز وجل يقول إن الله كان سميعا بصيرا، ويقول في الإنسان إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير، ووصف ابن آدم بأنه سميع بصير، ومعلوم قطعا أن هذا غير هذا. فالله وصف نفسه بأنه سميع بصير، كان الله سميع بصيرا، وقال في ابن آدم فجعلناه سميعا بصيرا، فمعلوم أن سمع الإنسان وبصره غير سمع الله وتعالى الله عن التشبيه والتمثيل. فنحن نثبت الصفات كما أثبت الإنسان، لكن لا نكيف، بمعنى نعتقد أن الله يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، لكن كيف الله أعلم. فنحن نثبت الحقيقة ونفوض في الكيف، نثبت الحقيقة ونفوض في الكيف. ومثله هنا الحياء، الحياء الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه لا يستحي من الحق، وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ونحو ذلك. وقال في الحديث إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم. فالله موصوف بصفة الحياء لكن على ما يليق بجلاله. أما كلام ابن القيم فهو يقول إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه سبحانه إلا إذا تضمنت ثبوتا. ما معنى ذلك؟ يعني أن الله لا يوصف بأوصاف سلبية، فلا نقول مثلا إن الله لا يجلس وإن الله لا يرى وإن الله لا 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 يعني لا ندخل في المنفيات. تعالى الله عما يقول الظالمون. لو قلنا مثلا في ملك ملوك الدنيا، لو قلنا له انك لست بزبال ولست بقذر ولست هذا ليس مدحا، ليس مدحا ان تنفي عن الله الصفات ان تنفي عن الانسان الصفات السلبيه، ليس مدحا. ولهذا يقول ابن القيم هو صفات السلب المحض لا تدخل في اوصاف الله الا اذا تضمت ثبوتا، مثل قول عز وجل لا تاخذه سنه ولا نوم، هذا نفي. لماذا؟ المقصود لأن الله له كمال الحياة وكمال القيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم.
فنفى أنه سبحانه لا ينام لأنه من أجل إثبات أنه له كمال القيومية وكمال الحياة سبحانه وتعالى. لكن لا نأتي بصفات سلبية مجردة، الله لا يوصف ولهذا الله في حينما نفى الصفات عن نفسه قال ليس كمثله شيء، ولم يقول ليس بطويل ليس بقصير ليس بكذا ليس بجالس ليس بقائم، هذا لا يوصف. يعني النفي ليس الصفات المنفية ليست مدحا. ولهذا أيضا القاعدة العامة هو أن القرآن والسنة في باب صفات الله أتت بإثبات مفصل ونفي مجمل، أتت بإثبات مفصل، فقال سميع بصير حكيم عليم خبير، فالإثبات نثبته لله، أما النفي نفي إجمالا، ما ننفي بالتفصيل، لأن النفي بالتفصيل ليس مدحا. كما قلنا تعالى الله عز وجل يقول للإنسان أنت لست بزبال ولست بقدر ولست ب... فنفي الصفات السلبية ليس مدحا، إنما الحين تقول أنت لست بناقص، صحيح كلام عام، وأنت مبرأ من النقص مثلا، هذا كلام عام فهذا مدح. أما أن تأتي بالسلبية تقول لست كذا لست بكذا لست بكذا، هذا ليس مدحا. ولهذا الشيخ يقول إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصاف الله، صفات السلب المحض لا. المقصود أن الله يوصف بالحياة سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وهنا لا يستحي من الحق، يعني لا يستحي من قول الحق أو من الأمر بالحق، لا يستحي من الحق يعني من قول الحق أو من الأمر بالحق. فأيضا أم سليم لأدبها قدمت عذرا حينما تقدم وتعلم أنها ستسأل عن شيء مما يستحيا منه وهو من أمور الدين لكن يستحيا منه، قدمت بهذا الاعتذار اللطيف، اعتذار اللطيف، فقالت إن الله لا يستحي من الحق، بمعنى أنا سآتي بشيء فيه يعني قد مما يستحيا منه لكنه حق، وأنا أريد أن أسأل عن أمور ديني. ولهذا قالت لها أم سلمة فضحت النساء، بمعنى أنها تسأل حينما قالت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، فقال فضحت النساء، لأنه فعلا سؤال مثل هذا السؤال في حياء، وخاصة أيضا قد يكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بمقام، وقد يكون الصحابة موجودون أيضا. فمن هنا يعني قدمت بهذه المقدمة اللطيفة وتدل على أدبها وعلى أيضا على حيائها، لكن أمور الدين لا حياء فيها، وإن كانت هي بطبيعتها مما يستحيا منه، لكن لا بد السؤال عن الحيض وعن الدم وعن الغائط وعن البول، يسأل الإنسان، لكنه مقصود أن يعرف الحق وأن يعرف الدين وأن يعرف أحكامه. فقدمت بهذه المقدمة إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الاحتلام معلوم وهو خروج المني من الإنسان وهو نائم، هذا هو الاحتلام، وإن كان الحلم يطلق على هذا ويطلق على الحلم مجرد الرؤية في المنام، الرؤية يقال حلم والخلق حلم، الحلم الذي هو ضبط النفس وعدم الغضب، وهذا حلم بكسر الحاء، والحلم الذي هو ما يراه الإنسان في منامه حلم بضم الحاء، والفعل حلم للحليم وحلم لمن رأى في المنام، من رأى يقول حلم حلمت،
أما إذا كان يعني لم يغضب يقول حلوما، الرجل حلوما فلم يغضب. المقصود أن الاحتلام هو خروج المني من الإنسان وهو نائم، وهو نائم، وهذا يكون في الرجل والمرأة، ولهذا سألت أم سليم. وإن كان في الرجل أكثر، في الرجال أكثر، الاحتلام في الرجال أكثر، لكن المقصود أنه إذا احتلمت بمعنى، ولا يكون احتلام موجب غسل إلا إذا خرج، إذا خرج يكون احتلاما، أما مجرد الشعور أو الإحساس بالانتقال وهو لم ينتقل لا يعتبر احتلاما ولا يوجب غسلا، لا يعد احتلاما ولا يوجب غسلا، إنما الغسل يكون بخروج المني. في اليقظة لابد أن يكون خروج المني دفقا بلذة، في اليقظة دفقا بلذة، أما في النوم لا يشترط، وإن كان قد يحصل، لكن لو أنه استيقظ ورأى في ملابسه منيا أو في فرجه أو على فخذيه وهو لم يشرب الاحتلام عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل. فالاحتلام لا يشترط فيه الدفق باللذة مع اللذة، بل في اليقظة لا، اليقظة لا يوجب الغسل إلا إذا خرج المني دفقا بلذة، أما في المنام فلا يشترط الدفق واللذة. المقصود أن أم سليم رضي الله عنها سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، بمعنى أنه لا يكفي الإحساس ولا يكفي أن الإنسان رأى أنه يجامع مثلا، أو المرأة رأت أنها تجامع أو تجامع، لا يكفي، ولهذا قال نعم إذا رأت الماء، بمعنى إذا خرج الماء، إذا خرج ورأته ورآه الرجل فحينئذ يكون موجبا للغسل، يكون موجبا للغسل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من أحكام الجنابة، وهو المني. المني على القول الصحيح أنه طاهر، المني طاهر كما هو من رأي الشافعي وأحمد، ورأى أبو حنيفة رحمه الله والمالك أنه نجس، لكن أبو حنيفة يقول نجس الرطب يغسل واليابس يفرك، وشبهه بالنعل حينما يكون فيه نجاسة أنه يكفي فيها أن يمر بها على اليابس، وإلا هو يرى نجاسة المني. ومالك يقول لا، لابد من غسل من اليابس ورطب، لكن الحديث ظاهر في أنه أن الرطب يغسل واليابس يكفي فيه الفرك. فقالت كنت أغسل الجنابة، الجنابة يعني المني، وهذا تسمية للشيء باسم سببه، تسمية للشيء باسم الجنابة يعني المني، فالمني هو سبب الجنابة. فقال كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، بمعنى أنه يبقى آثار مني في الثوب، فتغسله إذا كان رطبا تغسله رضي الله عنها، وإذا كان يابسا كما في الرواية الثانية تفركه. وهذا فيه يدل على كذلك أنه ينبغي المرأة أن تتفقد حال زوجها في ملابسه وفي هيئته، وهذا إذا من حسن العشرة،
من حسن العشرة أن تكون زوجة تلاحظ حال زوجها في ملابسه وفي هيئته وفي لباسه وفي نظافته. فعائشة رضي الله عنها كانت تلاحظ هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتغسله. ثم قالت فيخرج الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، بمعنى لو صلى الإنسان وثوبه رطب مبلل بأثر غسل النجاسة مثلا أو غسل المني أو حتى لا يضر ما دام زال ما غسل. فالصلاة في الثوب المبلل لا تضر، ولهذا قالت وإن بقع الماء في ثوبه يعني رطبا. وفي لفظ المسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. الفرك معلوم أنه هو الحك، وحتى في رواية أحكه، كنت أحكه بظفري. ومعلوم أنه إذا حك يبقى آثار، إذا حك يبقى آثار. ومع هذا مما يدل على أنه ليس بنجس، لو كان نجس كان لابد النجس لابد من إزالة عينه، لابد من إزالة عينه. ولهذا الصحيح أن المني ليس بنجس، لكن المذي مر معنا أن المذي نجس، والمذي هو الذي يخرج عند الملاعبة والسائل رقيق هذا نجس، والبول نجس، والودي قلنا أنه نجس كذلك، وهو الذي يخرج أيضا قبل البول أو آخر البول وغالبا يكون غليظ في غلظة إلى حد ما. المقصود أن المني طاهر. قال كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فهذا يدل على أن الفرك مجزئ، وإذا غسله وغالبا إذا كان رطب يغسل، وإذا كان لكن غسله أولى على كل حال حتى 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 لا يبقى. لكن لو صلى وفيه هذا الأثر فإنه لا يضر، لأن قلنا إن المني طاهر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل. هذا حديث أبي هريرة أيضا في بيان متى يجب الغسل. متى يجب الغسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربعة، طبعا المرأة يعني الزوج، الشعب الأربعة قال العلماء اليدان والرجلان أو الرجلان الرجلان والفخذان، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أنه اليدان والرجلان، وهو كناية عن الجماع، فهو لم يصرح به من باب أيضا أنه معروف، وقد يكون باب أيضا الأدب. ثم جهدها يعني بذل جهدا، بذل معلوم أن الجماعة أيضا فيه جهد، فمجرد الإيلاج يوجب غسل. وإن لم ينزل إذن الذي يوجب الغسل الإيلاج، والإيلاج مع الإنزال، والإنزال وحده كذلك، لو أنزل الإنسان يجب عليه الغسل، لكن المقصود الإيلاج وحده يوجب الغسل وإن لم ينزل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جهدها فقد وجب الغسل، ولهذا في اللفظ الآخر وإن لم ينزل. ولهذا قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والمقصود أيضا بالعلاج علاج الحشفة، علاج وهو رأس الذكر، أما علاج ولا يشترط علاج جميع الذكر، لكن قبل لو أولج بعضها فإنه لا يوجب الغسل، لو أولج بعضها لا يوجب الغسل. المقصود أن الحديث يدل على أن
العلاج من غير إنزال أنه موجب للغسل، وهذا إجماع. خالف قد يكون نسب عن بعض الظاهرية وعن بعض التابعين، ثم أيضا قيل أنهم رجعوا عنه. المقصود أنه يكاد إجماع أنه أن العلاج وحده موجب للغسل، والإنزال أيضا موجب للغسل. نعم. عن أبي جعفر محمد بن علي بن أبي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. نعم، في تكملة، ما عندك تكملة؟ قال رضي الله عنه قال الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه بن الحنفية. هذا حديث أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. هذا محمد هو محمد الباقر، محمد الباقر، وعلي بن حسين هو علي زين العابدين، وكلهم طبعا من آل بيت رسول آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من كبار العلماء والأئمة. أبو جعفر محمد الباقر سمي باقرا لأنه يبقر العلم بقرا، وهو ثقة، وأيضا مخرج له في الصحيحين، ومن أئمة المسلمين ومن فقهاء المسلمين. وكذلك علي بن حسين أيضا من مخرج له في الصحيحين ومن فقهاء الأمة رضي الله عنهم جميعا. محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه أنه كان هو أبوه، يعني محمد الباقر بعابيه علي بن حسين زين العابدين، كانوا عند جابر، وجابر معلوم أنه من كبار الصحابة وعمر رضي الله عنه، كانوا عند جابر وهو اللي راوي طبعا حديث حجة الوداع، وهو ورويها أيضا أبو جعفر محمد رويها عن في 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 حجة الوداع. قال عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب يعني رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه، يعني أبو جعفر محمد الباقر وأبوه علي بن حسين زين العابدين، عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل، يعني عن الغسل بمعنى ما هو الماء الذي يكفي، سألوه عن الغسل ليس عن صفة الغسل، لا، عن الماء كم، فقال يكفيك صاع، والصاع مقداره يعني معروف الصاع النبوي تقريبا كيلو ونص أو ثلاثة كيلو تقريبا حجم. فقال رجل ما يكفيني، طبعا أولا ينبغي في الغسل أن الإنسان لا يسرف في الماء، لا يسرف في الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وطبعا ليس المراد الصاع لابد أن يكون صاعا، لا، إنما المقصود بيان حدود الذي ينبغي أن أو حدود الذي يكفي، وإذا لو زاد قليلا أو أنه بالفعل لم يكفه فلا معنى يزيد قليلا أو حتى الوضوء. فليس المقصود أنه لا بد في حدود الصاع، لا، المقصود أنه بيان أن هذا مما يكفي، أن هذا مما يكفي. فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني. طبعا أحيانا
يعني طبعا الجابر رضي الله عنه لا شك هو 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 هو, هو كبير القوم وهو الإمام وهو العالم في الجالسين. فهذا الرجل وهو طبعا محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن بن محمد أخو لعلي زين العابدين ابن عم علي زين العابدين. فلكنه أمه زين العابدين جدته فاطمة، هذا جدته الحنفية من 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 بني حنيفة من سبيل اليمامة، ولهذا يسمى ابن الحنفية من بني حنيفة، أمه بني حنيفة. وهو أيضا من العلماء، الحسن من العلماء ومحمد الحنفية من العلماء، كلهم يعني بيت علم. لكن هو الذي قال ما يكفيني. طبعا كما قلنا جابر رضي الله عنه هو الكبير وهو الذي يعني يبين للحضور التابعين، والتابعين طبعا زين العابدين من التابعين، ومحمد الحنفي من التابعين، والحسن تابع التابعين، والمحمد الباقر من تابع التابعين. وهو يشرح لهم، ويكون ايضا يكون من التابعين ما دام محمد لقي جابرا فيكون من التابعين، وكذلك الحسن يكون من التابعين لان التابعي هو من لقي الصحابه. المقصود ان الحسن هو الذي قال ما يكفيني. فجابر رضي الله عنه كان شديدا في إنكاره على حينما قال ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شرا وخير منك، بمعنى ما كان ينبغي أن يتطاول. وهذا يبين على ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الأدب أمام شيخه، وحتى ولو كان يستفسر ليس بأسلوب المعارضة، قد يقول وهل لو لم كذا لو لم يكفي لو كذا، لكن لا يقول لا يكفيني. هذا نوع من المعارضة، وهذا نوع من الجرأة. فينبغي طالب العلم أمام شيخه وأمام الكبار أن يتأدب جدا، يتأدب في أسلوبه، في سؤاله، في طريقة طرحه للسؤال. فكأن جابر رضي الله عنه كأنه يزجره، فقال له كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، بمعنى أن الصاع الرسول يغتسل به مع أن الرسول عنده شعر، والشعر يحتاج إلى ماء كثير، ومع هذا الصاع مع الشعر الكثير كان كافيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ولا شك هو القدوة، فتقول ما يكفيني وهو قد كفى النبي صلى الله عليه وسلم. معنا الحسن هو من 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 من, من كبار العلماء ومن من, من أجلة أهل العلم، لكنه قد يكون صغيرا، وقد يكون يعني ألقاها القرآن قد لا يكون له غرض، ولكن جابر أراد أن ينبهه قال ثم أمنا في ثوب، يعني تقدم بهم وصلى بهم جابر. ثوب يعني هذا بمعنى اكتفى بثوب واحد، يعني الثوب يعني غطى جسمه كله بثوب واحد، يعني ليس في سراويل وشيء، لا إنما مجرد ثوب واحد غطاه. فهذا قالوا هذا يدل على جواز الصلاة بثوب واحد. وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، مر معنا طبعا صفة الغسل، وكان يفرغ على رأسه ثلاثا وعلى جسده ثلاثا كذلك أيضا. فالمقصود أن هذا حديث في بيان كمية الماء التي يغتسل بها الإنسان، بمعنى أنه ينبغي أن لا يسرف وأن يقتصر على ما يكفيه،
وإن زاد عن الساعة طبعا، وإن زاد الساعة قليلا أو نحو ذلك، لكن على كل حال ما دام أنه لم يسرف وإنما اجتهد في إسباغ الوضوء وإسباغ الغسل فإن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.